خلال المباراة وبينما كانت النتيجة 2-2، علي الفيل مش عارف جات لكم في التلفزيون ولا لأ، لكن طلعت الكرة رمية تماس، علي الفيل حاول انه يعطل الكرة، جه كريم فؤاد زق علي الفيل قلب الدفاع اللي خرج مستبدلا للإصابة وعشان ياخد منه الكرة، وهنا راح علي الفيل اتضايق وراح يعني شوح كده ناحية كريم فؤاد. طبعا ملعب محمد بن زايد مش زي ملاعبنا، الجمهور منه للاستاد على طول، منه الارض الملعب على طول، فاحنا كلنا قريبين من الملعب، فجمهور الاهلي راح اتعصب على علي الفيل، راح علي الفيل رد على جمهور الاهلي. هنا المدرجات اللي تحت المقصورة سخنت قوي في الهتاف ضد علي الفيل اللي رد عليهم مرة في التانية، فالدنيا كانت هتبدأ تسخن والناس مش ما بقتش بدأت السخونة تنتشر بين المدرجات لحد ما ظهر الكابتن علاء ميهوب مدير الكرة في نادي مودرن فيوتشر، فهو اللي راح مقعد علي الفيل وراح مهدي جمهور الاهلي، وطبعا ده أسطورة من أساطير النادي الاهلي الكابتن علاء ميهوب، فكان ليه مفعول إيجابي جدا في تهدئة الأجواء ما بين قلب دفاع فريقه وجمهور نادي النادي الاهلي سابقا. طيب كده الاهلي خد 250 ألف دولار حصيلة التتويج بالميدالية الذهبية، وطبعا مودرن فيوتشر على جانب اخر 125 الف دولار حصيله المركز الثاني، 75 الف دولار حصدها نادي بيراميدز بسبب الحصول على الميداليه البرونزيه. لكن لو رجعت من بدايه سنه 2023 لحد ختام سنه 2023 هتلاقي ان فريق الكره في النادي الاهلي توج بما مجموعه 10 مليون دولار، بداية من المركز، بداية من كأس العالم للأندية المركز الرابع، مرورا بأنه بياخد دوري أبطال أفريقيا، مرورا بأنه بياخد السوبر المصري، لا ودي ما كانتش في السنة دي، مرورا بأنه بياخد طبعا المشاركة في دوري الدوري الأفريقي، مرورا بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، مرورا بالسوبر المصري دلوقتي. كل هذه البطولات ودي البطولة السادسة طبعا لمارسيل كولر كمدير فني للأهلي توج بما